عيد لغا ييري ما جيرتو عيد لغا اقبل ما جيرتو عيد دمو لغا دغسن ما جيرتو قف انت قف ديلا اسكا دقاقه وقت غير لا بحشي جودي لا بحشي دادالك لا بحشي الهي سبحانه قادر نوسو غولاي انا غان كوديلي غان تو كسو قبانو سغود هلكا واخا اوغو مالعلنايا مامو كدغمدا او حقيقتي نغرب استاغي نهور سوداي نلا شقيني وقتنا او بخينايي iy ciidamada qalabka sidoo oo kala duwan oo intuu socdo hawlkaas ama barashka socda habeen iyo maalin soconayay lugeynayay shaqeynayay waajibaadkoodi qaran xaqiiqdi gutay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo dhamaan reer qurceel waa uma aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqadii wanaagsan ee la qabteen een waxa ay la tahay dadku waa arkaan bulshadu way aragtaa shaqadii la qabtay iyo midalkeedii cid laga yeelay ma jirto إن لا أقبل يا مشيتو إدم ولا غني غسني يا مشيتو قف إنت قف دلا إسكت دقاقة وح الله وحي ديجان كان وحكوب البريق قل مدوقنة لما أنا تلعب شرع الله قايدونا ساعدنا على قبل لعبنا وجبات كنا وعود منا وأنا قوانا هنا وأنا كشر قايدونا دولا إدمو وح الله وحي بقى عنكو دقيلا ميول بوتشرنا ساعة سوق على الله سوق كمان دونا عدادا لوركينيا دولا إدمو لأنه قد ذلك أن سمينا واسمينا حتى أنا واحد شوكت محكمة عندما قلب كسيدة أثناء الأمرنا يدون معدالة هرقينا محكمة دي بها تشوكتا انتي تودي وقت وكوب حسين رمانا وما سنتي ما انت وحي كبل اللوضة ويقرانا يان حياة تدودة حياة تدودة اني كون اقمان اداي مامل تهي اداي عضي تهي اداي دل يرى تهي ما انت داس انتاقن هاي وحي كدن بايا انان وحا نقاقو سيا نفتنا دا وحي انفعايا انان كون اقنو الهينا لقا عبصدو وقفك ظالم كان الكالمينين وقفك مظلوم كان لو كالمينين وانكو بالمينة وبالله توفيق وفرح سنة هاي وحان أمهد علينا قدي سوق بطي ايدي سنها وامد اوغا فرح داي هاي غره الله هرالي اهدي قدومي فارح وحو يري دنبيل هو يري مقارينا وا ايدي سنه حقونا يقدم بيدا دنبيلي وحان لين هاي وكفر احسن هاي دي عيدة مدى تهاي دي قدومية تهاي دي بيشة تهاي انتي سوق بطاي او سمايساي وحكو دي شالي برهن الراد غادي دونو آدان اوغو فر احسن هاي وانا امهد عليني انا وقادة ما انت كدب كبالو تلي مايو روح حري مايو عد بين آدم وقابل إنسان ما شفته دل قابل يدل يا محكمة عدالة هلا مري الو قابل يا وح كسر الو قابل ما يقع عن كديقلة قع عن كديقلة وح كذا بيا يا مانته أنت أسوأ وح كذا بيا الو قابل ما هل أجاد وهدي لدي كذي أضيالكم بعمدوا بقاتن أضيالا كشوري ويل كي مكتسي قاتن ورمحان نولدي ويل كي مكتسي قاتن ما بدي عدو ثاني لنا ويل كي وحدل أشو أحبك قاضي ما ينالك وحنا قوم بهني تريا هاي دنا بس جودة يسردون كجل مدوك فيصل عانود واسنا ما دش كعلي وحول شيء انقف دم بقى وحد الشاء يسنا قبر الدونين لما أملك كجل مدوك وحي خري ودعينا أي كهول قليان ضد كوار كان بوشان وعرتا شقد رقبتي يوم من ذلك دي إن لقي يلي ما شفته إن لقى قبر يلي ما شفته إن دم ولا قد يسني ما شفته قف انت قف ديلا اسكا دقاقه وح الله وحي ديغان كان وحكوب البريق قل مدوقنا لما انا تلعب شرع الله قايدونا ساعدنا لغا بلعبنا واجبات كنا واويد منا وانا قوانا هنا وانا كشق انتونا دولا ادمو ودوميا حد دقمة قرعال فارح عبد المعلن ايا بلوشادا نبادو قو باقي وحانا اضياش رغن كي سياسين تي وحقارتك قو باقي ان دادك في الندو ده في رقار احلو يشو دعدوين كي ديغان كوايان دم كسو عصبونا هذي وحانو عرقنا اني يهين كو وچه دقار لغا ليهي loogu tala galay deegaankan in lagu qalqal galiyo dadka reer gurceel iyo dadka dhamaan deegaanadan ka soo jeedana lagu dhibaateeyo dadka waxaas ka shaqeynaya fiira gaar ah u leenahay faham gaar ah ka haysana kubana guuleysan doonaan hadii ilaahay yiraahdo waxa ay wadaan waxaan rabnaa inaan gacnaha isqabsano amniga ka wada shaqeyno go'aamada amniga iyo sida ay noqonayaan sidii hore wax badan iska bedeli doona hadii Ilaahay yiraahdo oo dhamaantii gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Gaane ayaa si gaar ah uga mahadceliyay maamulka degmada iyo hay'adaha amniga xilka weyn oo iska saareen soo qabashada eedaysanaha
gacan ku dhiglana ma heli doono meel dambe ku gambado dawladda galmudug iyo dawladda federaalkana waa u jeedeen wixii socday meeshan qof walba intaas kala suugaysa intaas u ciidan ka badan baa suugaysa waxaan leeyahay mar labaad aan leeyahay qofkii shalay heli jiray gabaad maanta hedmayo nin walba wiilkaaga cisho maqnaado ciidamo intaa la eeg oo tiradaas intaas la eeg oo sheegtay oo isgarabsanaya ay awood waayeen inay gacan ku soo dhigaan ilaa ay afar bari bal dhulkaas laga raadinayo ninka sharaxaad sii niyo waa dareemi kartaa dee kilomitirka etoobiya ilaa ninka la yidhaahdo caasimadda dhuusamareeb kilomitirka u dhexeeya xuduudka etoobiya balanbal xeraale dhuusamareeb ilaa tuulooyinka hoostaga ilaa intaas ayay ciidamadu howlgal saa'id uga jireen meel uun ka mid ahuna ninkan ku dhuumaalaysanayay iyadoo sirdoonku mar kastaa daba socdo xogtiisa saacad saacad meesha uu maraayo waqti kasta loo qaadanayo waxaad dareemi kartaa markii qofku qof dilo dee waqtiga uu qaadanayo iyo inuu isku dayayo fakasho inuu sameeyo iyadoo marka intaasoo dhan meel kastoo dhan laga raadinayo iyo dhul inta badan kayn ah ninkan wuxuu galay dhul kayn ah oo lama degaan inta badan u badan oo kur oon qof raadkiis laga soo qaban karin sidaas daraaddeed dee waqtigaasay ku qaadatay inay ciidamadu firaar saa'ida sameeyaan bulshadu firaar saa'ida sameydo meel kasta qof walbaa gacanta gelsho sidaas daraaddeeda waxay qaadatay inay waqti qaadato soo helitaanka iyo iyadoo markii horeba dee magaalada aad ogtahay iyadoo falal ay ka dhaceen magaalada gurceelo kaleeto maxkamad iyo wax joogaan ciidamadu aysan u diyaarsaneyn fal noocaas inuu dhaco oo waxyaabo kale laga shaqaynayo ayaa waxay kasabtay inuu xoogaa fududaado inuu dhuunto sidaas daraaddeeda waqti nagu qaadatay laakiin waqti kastoo dhaca falilahi alxamdu ciidamada iyo bulshada iyo maamulka intaba waa ku guulaysteen inay soo helaan way sida nagu maqaalo ah maalmihii ugu dambeeyey ama maalinta ugu dambeysayo ninkan gacanta lagu soo dhigay ma waxaa jira wax howlgalka ku soo kordhay oo muqaabaraad ah oo ay hay-aduhu amniga adeegsaday aad iyo aad saa'id daroniska maxlada la yidhaahdo kaleeto iyo isagoo mar kasta location kastoo ku jiro saacad kasta lala soconayo daqiiqad kasta taasaana sahasha inta badan inuu ninkaanu oo ogaado meel kasta in laga xigo uusan dee waqti uusan u helayn iyo dadkii oo ogaaday inaysan sii kenin haddii xataa laga yaabo dee deegaanada waa ogtihiin dad mooryaan oo inay wax fakiyaan inta badan aada jooga waa ogtihiin intaas waxay xog heli waayeen ama awood u samayn weysay inay u fududaatay inay la shaqeeyaan oo ay mar kasta garab siiyaan gacan ku dhiiglihii un keli ah oo dembiga ku ekaaday iyo dadka deegaanka runtii bulshada reer gurceel oo waqti geliyey in bulshadan isku dad isku xiran ah dad nabadda jecel ah intaas ayay ninka la yidhaahdo markii la soo qabtay kadib aad keenteen bulshadii gurceel ayaa isugu soo bannaanbaxday xitaa xilligii la qabtay kadib oo warkaas soo galay magaalada bulshadu waa ay dabaaldegtay xalay dhan dabaaldega ayaa socday ilaa maanta oo aad keenteen maxaa ka maamul ahaan inkaga bixi kara niyahow horta waxaad dareemi kartaa waxaa keenaya dadku inay dabaaldegaan magaaladan gurceel dee amniga ka jiray iyo falkaanoo ku cusub fal noocaana oo qof dee bulshada ku dhex laho waxbaraaqoonyahana oo ninka la yidhaahdo ganacsada ah in la bartilmaamayso dadka dad mooryaana inay isdilaan waa dhici jirtay falaal qabiil inay dhacaan waa dhici jirtay laakiin qof qof uusan laga yaabay inuusan aqoon bartilmaameed ah isagoo ninka si gaara loo bartilmaamaysado oo wax deegaanka aan laga aqoon